معنى سيد الكونين، لا أعلم لهذا الاصطلاح دليلا، إنما سيد الثقلين بس، بل ورد سيد ولد آدم، أما الثقلان فالجن والإنس، الجن والإنس، أو تقول سيد الأولين والآخرين من بني آدم عليه الصلاة والسلام. الرسول أرسل سيدا، أرسل للثقلين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لذلك فالجن آمنت به، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أما الكونين، ما أعلم ما المراد بالكونين، والله أعلم. من المراد بالكونين، هل هما عالم البشر وعالم الملائكة؟ ما أعلم، رواية فيها سيد الكونين. الرسول أرسل الثقلين وقال عن نفسي أنا سيد ولد آدم ولا فخر.